الشارع عايز يحس كمان بوجود الاحزاب بصراحه. طبعا لان دي ثقافه. يعني الاحزاب السياسه بالنسبه للاحزاب هي ثقافه للشعب. هو الشعب اللي بيعمل الحزب مش انا اللي بجيب الشعب. اي فن. وبالتالي انا لازم اكون عندي القدره الكامله ان انا كمؤسسه سياسيه اقدر انزل واختلط بالشارع واوجد الاحزاب. عشان كده احنا بنتكلم ان احنا في بدايه حياه حزبيه. عشان نبقى في بدايه حياه حزبيه احنا محتاجين مش مسانده ماليه مقصود بيها، لا، المسانده المعنويه الكامله من دوله مقتنعه ان الاحزاب السياسيه لها دور. انا عايز اقول لحضرتك احنا بقالنا 5 سنين على المسار الاقتصادي ما شاء الله، على المسار الاجتماعي بيتم في بشكل ممتاز، على المسار الاداري ان مثلا 90,000 فدان في القاهره وتروح 180,000 فدان في العاصمه، لو ما كانش تتعمل العاصمه القاهره دي الناس هتمشي بكتفها فيها في خلال كام سنه، فبننجد العاصمه القديمه الحضريه. عندنا المسار اللي فاضل هو المسار السياسي. نعم. المسار السياسي يوجد بالاحزاب. وكل ده محتاج ايه؟ محتاج راي عام. لو حضرتك قعدت مع السيد رئيس الجمهوريه هتقول له ايه كرئيس حزب؟ هقول انا هتطلب ايه من رئيس الجمهوريه؟ لا هطلب طبعا المساحه الكامله للاحزاب. المساحه الكامله. هطلب هو اصل الحزب مش انا هطلب عشاني. لا انا هقول لا انا بتكلم على حاجه سياسيه. الراي زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي. يعني سياده المستشار النهارده اتكلم، لكن يتعمل اذاعه مثلا قناه. انا بتكلم ازاي اصنع الوعي. ازاي يتعمل برنامج كامل للدوله احنا جزء منه بننفذه على مستوى الدوله في نشر الوعي الوطني بدوله وطنيه حديثه. هل ده لو حضرتك عملته من نفسك حد هيقول لك انا بعمله؟ انا بعمله. هو ده بس انا حجمي انا دوري ايه كحزب سياسي؟ انا بعمله بقالي سنه، وعندي الشباب اللي انا ابتديت بيهم اتحاد شباب من 2011 النهارده هم اللي بيقودوا الحزب. هو انا دوري كل الدوله بتعمل حاجه اقول لها امين؟ لا 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 امين. لا لا. ولا دوري يكون ناقد؟ بس لو في ناقد لا. لازم اقول للدوله لوحدي. يعني ما بقاش كل حاجه نعم نعم مثلا بالزبط يعني. بالظبط مش كده؟ لازم انتقد. لازم انزل على الواقع. في حاجه اداريه خطا انتقد. يعني بالنسبه للمشروعات اللي تقدم بها موسى في موضوع الشباب ده موضوع مهم جدا. ازاي انظمها؟ ازاي اعمل بنك يضم كل الكلام ده؟ ما يروحش الشاب ل 30 بنك كل بنك واخد حته. لا ما يخش بنك واحد. عنده الرقابه، عنده المتابعه، عنده القرض، عنده الارض، عنده التسويق. طيب